يعني رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نتكلم شويه عن اهميه مباراه سان داونز. مباراه سان داونز كده كده مع النادي الاهلي، بصرف النظر عن اسم البطوله اللي هي فيها، بتبقى مباراه قويه جدا، واحنا عارفين ظروف احداثنا وتاريخنا مع سان داونز. لا احنا المباراه دي مباراه تقيله، وهم بقوا فرقه جامده قوي، وكمان دلوقتي بيدعوا نقص اللاعبين وان في اصابات وبتاع. انا بقول لكم ان ده ممكن اللعيبه اللي هم بيقولوا عليها مش موجوده دي كلها ممكن تبقى موجوده في الماتش اللي هو اللي جاي عندهم في جنوب افريقيا، خصوصا ان سان داونز فرقه بتجيد التلاعب شويه في ان هم بيقولوا عندنا اصابات وعندنا لعيبه مش عارف مالها. لكن تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن مباراه سان داونز مع الناقد الرياضي الكبير ومستشار التحرير في موقع القاهره 24، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بيك في 7 دي سبورت. استاذ عبد الرحمن، ازاي حضرتك وكل جماهير برنامجك المحترم؟ طبعا نادي الاهلي، اولا انا يعني عايز اخد راي حضرتك في تعديل ميعاد مباراه الاهلي وسان داونز للساعه 3 العصر دي، ايه رايك فيها؟ هو القرار صدر رسميا خلاص؟ صدر رسميا خلاص. انا اتصور ان الاهلي يعني لا يزعجه كثيرا اللعب في اي اجواء، هكذا تعودنا يعني جيل بعد جيل يعني. وبالتالي لكن على الاداره اعتقد انها مش هتسيب ده، ان تقدم ما يسمى به ملاحظات او استفسارات علشان حتى الصحافه والعالم كله يهتم بالنادي الاهلي بطل القرن، وده مش كلامنا، هو واحد من 5 انديه على قمه العالم. ناس في الاعلام الاعلامي تعرف ان هناك ما ممكن ان يطلق عليه مساعدات بين قوسين بلدي قوي يعني، فاهمني؟ فاهم حضرتك طبعا. لعبتنا يعني مش عشان برضه نبقى صراحة، وده بيميز جمهور الاهلي يعني، مش لعيبه يعني من بلاد اللي هي في سيبيريا يعني، ما عندناش ازمه. صحيح كولر كمان من هذه النوعيه من المدراء الفنيين اللي ما بيعرفش غير انه يتاقلم مع لعيبته على المكان والزمان يعني. طب هل فتره وجودنا في بريتوريا كافيه؟ احنا على فكره بريتوريا فوق مستوى سطح البحر شويه حلوين، والرطوبه 67% اليوم ده. الفتره اللي محتاجينها قبل الماتش قد ايه تقريبا عشان نتاقلم يا استاذ عصام؟ هما فترتين الله يرحمه كابتن جوهري رحمه الله هذا العظيم يعني كان دائم يعني. بص الراجل كولر يعني بعلميته دي الحقيقه دايما افتكر معاه الجنرال العظيم ده، لانه كان بيشتغل زي الاجانب، يجيب لك رصد الارصاد طبعا ويجيب الجهاز الطبي يعرف نقدر عايزين نلعب في اثيوبيا فوق سطح البحر كذا نعمل ايه وهكذا يعني. انت يا اما تروح قبلها ب 10 ايام يا اما تروح قبلها ب 48 ساعه زي ما حصل دلوقتي يعني. بالظبط، واضح ان كولر يعني كمان هي الايام زنقته، لكن واضح ان كولر عارف ده كويس، وانه والحمد لله دايما مواجهات الاهلي في بريتوريا دايما بتيجي في ايام معدودات يعني، ما بنقعدش المدد اللي هي تاثر على اللاعبين بالنسبه، لان ده فعلا زي ما انت قلت ما شاء الله عليك وعلى فريق الاعداد، ده بيحصل بالفعل، بيحصل تاثير على الجهاز التنفسي يعني. لكن انا بقول مش عايزين الا ان احنا نعمل سبورت لفرقتنا ونقول لهم معلش مزيد من الضغط على نفسكم كما عودتونا. كولر ماشي في سكه محترمه جدا جدا، بان هو كمان ويمكن الناس بتاخد عليه فكره المصارحه احيانا، انه الراجل بدا يعرف ان هناك اعلام او بعض او بعيد الاعلام لا مش حابب ان النادي الاهلي يبقى في المكانه دي، وده اللي خلى الراجل احيانا يبوح يعني استاذ عبد الرحمن. طيب عايز اسال حضرتك، الناس على السوشيال ميديا وفي وسائل الاعلام بتضخم جدا من قوه سان داونز، مع ان تاريخيا ده غير صحيح بالنسبه لقوه الاهلي يعني. احنا دايما الاهلي لعب فرق كتير اقوى من سان داونز تاريخيا، ولكن في عمليه تضخيم، في عمليه توسيع جدا للتاريخ بتاع سان داونز، او ان هم فرقه ما حصلتش يعني. راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ لا هي بص هي فرقه كوره عشان نبقى واضحين تمام، لكن فرقه كوره تقدر تلعب معاه، لكن هو التاريخ له صفحات يعني، كتاب التاريخ له صفحات، الا يقرا يعرف مين عنده بطولات، مين حتى في اللقاءات المشتركه بين الناديين مرات يعني الفوز والتعادل لصالح مين يعني والخسائر، لكن في النهايه هي بقت عرف. انت راجل اي بطوله يشارك فيها الاهلي تبقى بطوله ما لهاش لازمه، اي بطوله ما يشاركش فيها الاهلي تبقى اعظم بطوله. واخد بالك؟ الاهلي ياخد برونزيه العالم يقول لك بس ما بيروحش اسماعيليه، يعني طبعا خلاص بقت واضحا يعني. طيب فنيا بقى على المستوى الفني، سان داونز احنا شفناه في اللقاءين اللي فاتوا في البطوله دوري السوبر، وشفنا الاهلي
هو لاعب بيتلو اتلتيكو الانجولي واحنا لعبنا سيمبا التنزاني. شايف الماتش من الناحيه الفنيه في بيترو اتلتيكو ده كان عامل ازاي؟ وسان داونز يمكن كان مطلوب منه واحد في الماتش الثاني ولكنه قدر يصعد لدور قبل النهائي. سان داونز طبعا لعيبه حرفه ومعاه مدرب على فكره احسن من موسيماني باكويلا ده. هو الحقيقه مدرب كويس جدا باين حتى في اداره الماتش اللي فات وهو ناقص عنده نقص عدد لاعب طول الماتش ولكنه اداره باحترافيه شديده جدا. واضح انه افضل من موسيماني، واضح انه بيتعلم وبيسافر ومش كسول زي الموس ده يعني. المهم ان انت بيستغل هم حاجه مهمه قوي اللي انت قلتها فكره التضخيم، بس طبعا في ظل انهم فعلا عندهم اداء وعندهم هويه كرويه يعني، لكن طب ما هو الاهلي عايش على هويته الكرويه، اذا لاعبين اللي هم اغلبهم نجوم ودي ما تلاقيهاش في اي فرقه، لما تيجي تقاتل في اي فرقه تلاقي ثلاثه اربعه، انت عندك مش اقل من 15 نجم، وبالتالي اذا تخلينا عن الفرديه واقتناص الفرص اللي هي بقت ازمه، انا شايفها ازمه لكنها ازمه لذيذه لانها بتاكد انك بتوصل، لكن عايزين نحلها بقى. وبالتالي لا اعتقد ان احد يستطيع يعني ان ينال من الاهلي، ممكن يبقى نتيجه ايجابيه بس التعادل مش الفوز خارج ديارك مع الكبار دول يعني. انما مش هنفضل ان هم يعني احنا في محاسن الفريق الاخر، بالمناسبه المدربين الكبار شويه الخبره اللي عشناها معاهم عمرهم ما بيبداوا انت هتلاعب الاسد، بيبدا يكلمك انا الاسد هيخافوا مننا في كذا كذا كذا، ثم يفتح صفحات الاخر ويقول له بس خلي بالك بقى وانت بتاكله هنا في عظم، هنا في شوكه، هنا في كذا. ده لازم الجمهور يعرفه، الاهلي لا يذهب الى منازله وهو يخشى من يقابله، والدليل ان انت ياما بتهاجم يا اخي يوم خمسه رغم سوء المستوى يوم خمسه اتنين، احنا رحنا للجون سبع ثمان مرات يا جماعه. صح. وبالتالي احنا عايزين نستريس على ده. احنا عايزين الجمهور على السوشيال ما حدش يهزه، والله يا استاذ عبد الرحمن وباعتبارك كمان مواليد الاهلي مش بس اعلامي، يا جماعه في ناس بتبث لكم السم في العسل، فيبدا يقول لك كولر كويس. قلت كده والله. هي هو لازم يخلي باله ما يزعلش عاشور وعبد القادر، بس هو كويس، هو كويس صح، بيبقى في كلام في النص والناس بتاخده بعد كده تستخدمه. لا دي خيانه، سيد عبد الحفيظ خيانه، لا ما كانش ينفع، كان خطيب لازم يروح البيت، بس الحقيقه الاهلي مؤسسه كبرى، يا جماعه انتبهوا، مش كل حد بيقعد يقول لكم انا عندي اخبار، ده في ناس بتقول لكم اخبار عن 80 لعيب جم النادي الاهلي يا جماعه وبتتابعوهم. يعني الحقيقه ده مهم قوي، والواحد يعني انا وكل الزملاء وكل الاجيال في عملنا الخاص لما بنبقى مع النادي الاهلي في عملنا العام الحمد لله، يا راجل بتحترم نفسك بتبقى بالكلمه لكل نادي مساواه، لكن في عملنا لما بنبقى مع النادي في اعلامه في وقتنا الخاص لا لازم نقول لجمهورنا اللي هو ده الباور، ما هو عايز قلنا والله احنا هنا في البرنامج بتاعنا انا قلت الكلام اللي حضرتك بتقول ده بالظبط قبل ما ادخل مع حضرتك يعني. متابعك. طيب علي عندي حاجه ثانيه عايز اتكلم فيها يا استاذ عصام. اتفضل. البطوله بشكلها الحالي هما متسب طلع قال النهارده ان السنه الجايه هتبقى 24 فريق وقال ان البطوله دي مكمله معانا، انت شايف ان البطوله دي بالاداء اللي ماشيه بيه دلوقتي بالتاجيلات اللي حصلت في الماتش اللي فات ده بالشكل بتاعها الثمان فرق تقدر تبقى 24 فريق وتقدر تستمر؟ الحقيقه بص الكاف بكل ويلاته عنده خبره ولما ما بيلاقيش بيستعير من اوروبا. واضح ان تيمو بنفسه موجود في البطوله دي في كل مراحلها تقريبا يعني. انا لسه كنت اقول لك واضح ان الفيفا حاطط ايده على القاره استبراء زي الاستعمار اما كان بيجي عشان ياخد الباس والالباس والحاجات، هو كمان حاطط ايده بيحاول يطور نوعا ما، فهم بيلاقوا حلول، هم بس المنطق الوحيد ويمكن الكابتن خطيب ربنا يرجعه بألف سلامه لما عرض على المجلس قال لهم الناس قالوا الاهلي البطوله بدونه لا تفوز، يعني عارف انت عبد الرحمن ما معناه استحملني المره دي، خلينا نشوف، استحملك المره دي خلينا نشوف. طيب برضو عايز اتكلم مع حضرتك، مارسيل كولر في الماتش اللي فات شفنا التشكيل مريح فيه ناس كتير كانوا لاعبين في الماتش الاولاني، وشفنا غيابات للنادي الاهلي ما رضيش استخدمها الماتش اللي فات. شايف تشكيل النادي الاهلي في سان داونز هيبقى فيه فرص ان انت لا تظهر بقوتك كلها، تظهر بتشكيل كامل ليك؟ هو الراجل دلوقتي ما عندوش اساسي واحتياطي والكلام ده. ما هو الله عليك الله عليك يا استاذ، هو الراجل بيرفع الكواليتي، الراجل عاوز يعني كعاده الاهلي في اجيال كثيره لما بيبقى فيه اللي هو فكره تغيير جلد شويه كان دائما من اهم استركوتي بقى واحنا صغيرين خالص يخلي لك 18 20 لعيب بيقطعوا يعني فانيلات بعض عشان يسمعوا ال 11 والباقي
ما تقدرش تقول احتياطي، تقول دوت الاحتياط الاستراتيجي في بنك الاهلي، اكن معاك كاش وفيزا، تخلص الكاش وتطلع الفيزا. الراجل ماشي في السكه دي، لكنه لا يامن ابدا الا للاعبين الاكثر جاهزيه، وده مقياس العداله عند المدربين الكبار يا استاذ عبد الرحمن. وبعدين الراجل طلع كلامه صح، بمزيد من التاكد اتضح ان امام فعلا ما كانش يقدر يلاعبه حتى لهفه على مكانه علشان ما يخسروش، والحمد لله ان عندنا جهاز طبي ذهب الى اكثر الاشاعات تقنيه عشان يلاقي حكايه الرشح اللي هو ما كانش حد يقدر يشوفه. طيب حضرتك، هم عينوا حكم الفار، الحكمه ماريا اللي كانت نفس الحكمه اللي كانت في مباراه اتحاد العاصمه لو حضرتك تتذكرها، يعني هي عينوها اللي معاها، هم الاثنين كانوا في اتحاد العاصمه. رايك في الموضوع ده ايه بقى؟ ان ماتش، انا بص، انا عند راي ثابت، يعني مش هنقدر نعمل حاجه غير ان نلقي بملاحظات يعني الاداره، لكن انا رايي ان الاهلي يستطيع ان يقهر اي احد. كابتن صالح سليم وبمحض الصدفه رحمه الله عليه المايسترو العظيم اللي هو بحاله التتابع، كابتن حسن ربنا يديله الصحه والخطيب ربنا يرجعه للسلمه، نتاج نفس المدرسه، كنت انا وزميلي ابراهيم بنيسي عن وانا سعاده القيه اثناء ما كان مدير عام النادي، وبيحكي له ان ثابت البطل رحمه الله بيقول له اللعيبه زعلانين في ماتش كده مع رينجرز اعتقد النيجيري، اتسرحنا في جولين ومش عارف ضرب الجزاء، فبيقول له حتى لو قلت لهم والمهندس عادل ربنا يديله الصحه هيرزق، ما تسمع بهارات الاجوال اللي الحكام ما بتلغيهاش. الحكم احد عناصر اللعبه اللي لازم نصدره للاعبتنا الى ان يشاء الله في امر يكون مفعولا، لانه في الاخر ادائك هيكشف الحكم عبد الرحمن. مظبوط. يعني احنا لينا قصص كتير في موضوع الحكام ده تحديدا. مظبوط يا استاذ عصام، انا اتشرفت بحضرتك جدا، كانت مكالمه يعني فيها الخلاصه وفيها حاجات كتير مفيده، ودايما حضرتك بتنورنا في قناه النادي الاهلي الحقيقه. شكرا الناقد الكبير استاذ عصام شلتوت. يمكن اللقاء ده ابعاده كتير جدا ويأهلنا لنهائي البطوله، ومع الفرقه اللي هي بقى لنا فتره المنافس بتاعنا يا سان داونز يا الوداد المغربي، دايما دول اللي بينافسونا على بطوله افريقيا، كبطوله افريقيا ابطال الدوري يعني دوري ابطال افريقيا. لكن النهارده ده اول بطوله بمسمى دوري السوبر الافريقي، ده اول بطوله واول مشاركه لكل الفرق دي. الثمان فرق على فكره ما كانش فيه التصنيف، هم دلوقتي بيقولوا لو في 24 السنه الجايه 24 فريق هيبقى بالتصنيف، احنا دلوقتي الثمان فرق دول مختارين، تم اختيارهم بالمناطق عشان يبقى يعني فيه في كل مناطق افريقيا وبتاع والكلام ده. لو تم اختيار 24 فريق السنه الجايه، مصر لازم يبقى فيها ثلاث فرق ينفعوا انهم في التصنيف الاول او في اوائل التصنيف، الاهلي والزمالك وبيراميدز. المغرب مثلا يبقى فيها ثلاث فرق برضو، الرجاء والوداد ونهضة البركان، في فرق عربيه كتير جدا هتشارك، هيبقى مش اقل من 13 فريق عربي تقريبا لو بالتصنيف الحالي. فبالتالي البطوله دي هل هيتم اقامتها السنه الجايه 24 فريق فعلا ولا لا، ولا هيتم اصلا؟ هو فعلا انفنتينو بيدعم البطوله دي جدا، وهي تجربه دوري السوبر، لكن اللي اتقال النهارده ان مش هيلغي دوري ابطال افريقيا ولا الكونفدراليه. طب ازاي هنجيب مساحه للبطولتين، او الفرقه هتشارك في بطولتين افريقيتين مع الدوري المحلي بتاعها، هتبقى ازاي بعد كده؟ يعني البطوله دي 8 فرق، وتم تعطيل او تاجيل كل مباريات الفرق المشاركه في الدوريات بتاعتها السنه الجايه، هيبقى ايه الحل؟ الله اعلم، ده اللي هنشوفه مع بعض السنه الجايه.